السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقطع هذا حنتكلم عن المشكلة اللي صارت في لعبة فورتنايت وسبب تقفيل السيرفرات. صراحة من بعد التحديث الجديد اللي هو 19.20 قفلت اللعبة مرتين، وهذه ثالث مرة. في موقع فورتنايت الرسمي يقول لك نحن نحقق في مشكلة تمنع اللاعبين من الاتصال بخدمات فورتنايت، بما في ذلك تسجيل الدخول والتوفيق بين اللاعبين أو مطالبتهم بتحديث اللعبة. سنقدم مزيد من المعلومات عند حل هذه المشكلة وعودة الخدمة. يعني في بعض الحسابات لما تيجي تشغلها يقول لك قم بتحديث اللعبة، هو ما في تحديث ولا شيء، هذه المشكلة سايرة في السيرفرات نفسها. تمام، انا سويت المقطع هذا لانه في ناس لما يجي يشغل اللعبة او اللعبة تقفل عليه يفكر انه اخذ باند او شيء. لا، ما في اي مشكلة، هذه المشكلة سايرة على العالم كله. فان شاء الله اذا رجعت اللعبة ثاني مرة حسوي صورة صغيرة كده في المنتدى واخبركم انه اللعبة رجعت اشتغلت ثاني مرة. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.